مغامرات قرارات السياحة. جولة في بحيرة نيران مع قرارات السياحة. بالنسبة لهاي الرحلة كانت رحلة جدا جميلة ورائعة، والأروع ما بيها طبعا الأخ أبو ماسيس طبعا يسوي في الجو كلش حلو، زين في الجو مع أبو ماسيس صراحة ما تندمون على الآخر. قرارات للسياحة، أنا طالع مع قرارات للسياحة برفقة الأستاذ أبو ماسيس. اليوم جولتنا بدأت من زاكازور وادي الزهور، وبعدها توجهنا إلى ديليجان، والآن نحن في بحيرة سيبان. بنيانة دي ماقة ما يوت اللحظة من يما بات من يما بات ايه زونه وتلخا انشاء كان يطلع بورستيغي هاي الصانو هو هنا مسقط راسه. شنو كي شنو نحن الان في باحه المسجد الازرق. تم تسجيل هذا المسجد بين عامي 1766 الى 1769 في عهد الحاكم حسين علي خان حاكم يريفان، حيث كانت أرمينيا وجورجيا وطاجكستان وتركمانستان تابعة لإيران. أغلب السواح اللي زاروا أرمينيا للأسف الشديد الشركات اللي يتعاملون وياهم ما يمرون بهذه المناطق وهكذا مناطق. شنو رأيكم بيريفان أخواننا؟ جميلة جميلة وحلوة وصراحة يعني تستاهل الزيارة. تنصحون معارفكم وأصدقائكم لزيارة أرمينيا؟ دون كلام أكيد بعد. والمدام شو تقول؟ حبتين. أهلا وسهلا بكم في يريفان. تحياتنا وقبلاتنا لكل متابعينا وأصدقائنا الأعزاء.